النهاردة إن شاء الله هنكمل الحصة الثالثة في رياضيات الصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد، التمثيل البياني. هناخد التمثيل البياني بالأعمدة والتمثيل البياني المصور والتمثيل البياني بالنقاط. هنبدأ مع الأول مع التمثيل البياني المصور. أول حاجة التمثيل البياني المصور، من اسمه كده بيعتمد على الصور. أنا بيرسم لي جدول وبيقول لي موضوع الرسم بتاعنا الفصل المفضل. الفصول المناخية اللي عندنا هي الربيع والصيف والخريف والشتاء. خد بالك، رسم لي قصاد الربيع كام رسمة، كام وجه مبتسم. رسم لي 1 2 3 4. خد بالك، كل رسمة أو كل جدول موجود عندي في شكل تمثيل بيان مصور بيكون ليه مفتاح. إيه المفتاح ده؟ إن الرسمة الموجودة عندي دي أو الوجه المصور ده أو الوجه المبتسم ده بيمثل 2 تلميذ. طيب كلمة تلميذ ناقصة، معلش، بيمثل 2 تلميذ. لما تيجي تعد، لو انت عديت الربيع 1 2 3 4، يبقى كأنك انت عندك 4 و4، يبقى 8 تلاميذ. يبقى خد بالك، عدد التلاميذ الذين يفضلون فصل الربيع هم 8. طيب عدد التلاميذ الذين يفضلون فصل الصيف، لو انت عايز تعدها بطريقة تانية هتقول 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، يعني انت هتبدأ 2 وتزود 2 وانت ماشي، يبقى 2 4 6 8 10. يبقى انا عندي 10 تلاميذ يفضلون فصل الصيف. الخريف نفس الحكاية، 1 2 3 4، يبقى 4 و4 هيكون عندي 8 تلاميذ. الشتاء لو عديتهم هتلاقيهم 5، يبقى 2 4 6 8 10، يبقى الخمسة دي هتتضاعف، يعني هتتضرب في 2، بس احنا لسه ما خدناش الضرب، فاحنا هنعد كده بالجمع 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، ونطلع عدد التلاميذ في كل فصل، وهو ده بيكون من ضمن المطلوبات اللي عليك. بعد كده بيبدأ يسألك أسئلة، بيقول لك ما عدد التلاميذ الذين يحبون فصل الصيف؟ هتلاقي جاوبتها، فصل الصيف يبقى 10 تلاميذ، يبقى 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، يبقى بيساوي 10 تلاميذ. ما زيادة عدد التلاميذ الذين يحبون فصل الصيف عن فصل الخريف؟ عينك على فصل الصيف وفصل الخريف. الله، ده الصيف عندي 10 والخريف عندي كام؟ 8. يبقى 10 ناقص 8 يبقى يساوي 2. الزيادة معناها إنك هتطرح، يبقى 10 ناقص 8 بيساوي 2 تلميذ، يعني 2 تلميذين. بعد كده ما عدد التلاميذ الذين يحبون فصل الصيف والخريف معا؟ الله، الصيف والخريف معا، عينك على الصيف وعينك على الخريف. الله، يبقى انا لازم اجمع الصيف والخريف مع بعض. بيقول لي الصيف والخريف معا، عندك الواو دي معناها زائد، وكلمة معا معناها انك هتجمع، يبقى اقول له 10 زائد 8 يبقى يساوي 18 تلميذ. السؤال الأخير، مع العدد الكلي للتلاميذ. العدد الكلي للتلاميذ، يبقى أنت هتجمع كل التلاميذ في فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء، يبقى 8 زائد 10 زائد 8 زائد 10، يبقى العدد الكلي بيساوي هذا المجموع. عندك 10 متكررة مرتين يبقى عندك 20، وتمانية وتمانية طبعا 16، برضه متكررة مرتين يساوي 16، يبقى عندك العدد الكلي هيساوي 36 تلميذ. اللي بعد كده عندي التمثيل البياني بالأعمدة. عندك نوعين، الأعمدة الرأسية والأعمدة الأفقية. لو أنت بصيت في شكل المستطيل المرسوم قدامك ده، الخط ده بنسميه خط أفقي والخط ده بنسميه خط رأسي. تعال نشوف الأول التمثيل البياني بالأعمدة الأفقية، يعني العمود اللي أنت هترسمه هيكون واخد شكل الخط اللي أنا بشاور لك عليه ده، اللي هو بيمثل طول المستطيل. الأنشطة المدرسية، طبعا احنا عندنا أنشطة مدرسية في المدرسة في الفصل بيشترك فيها التلاميذ. بيقول النشاط وعدد الطلاب، عندنا النشاط الثقافي ورياضي وعلمي والاجتماعي. النشاط الثقافي بيبقى مهتم بالكتب والقراءة والرحلات. النشاط الرياضي مهتم بالأنشطة الرياضية، اللعبات اللي موجودة عندنا في المدرسة سواء كرة القدم أو كرة السلة. النشاط العلمي بيكون مهتم بمعمل العلوم. النشاط الاجتماعي بيكون مهتم بأنه يساعد الناس ويساعد الطلاب في المدرسة. طيب النشاط الثقافي دخل فيه 8 طلاب، والنشاط الرياضي 10 طلاب، والنشاط العلمي 7، والنشاط الاجتماعي 5. طبعا المسألة بيكون مديك أصلا هو الجدول ده، فأنت بتبتدي ترسم. أنا هرسم خطين، خط رأسي وخط أفقي. خد بالك، أنا عايز شكل الأعمدة اللي عندي يكون أفقي، الأعمدة أفقية، وده نفس شكل الخط الأفقي اللي أنا بشاور لك عليه ده. طيب في الحالة دي أنا هعمل إيه؟ هكتب الأنشطة على الخط الرأسي، يبقى الأنشطة اللي موجودة عندي، وهكتب عدد التلاميذ على الخط الأفقي.
طيب الأنشطة اللي عندي ثقافة رياضية علمي اجتماعي، عدد التلاميذ أكبر حاجة عندك 10، يبقى أنت خد التدريج 0 1 2 3 4 5. لو أنت كبير شوية أو الأعداد ديت كبيرة معاك شوية ممكن تاخدها 2 4 6 8. لو أكبر شوية وفيها أعداد تقبل قسم على 5، يعني عندك الحد 0 أو 5، خد 5 10 15 20 وهكذا، بس هو ما بيكبرش الأعداد. يعني لو كبيرة خالص بناخد 10 20 30 مفيش مشكلة. وفي الغالب بيكون الرسمة مرسومة وانت بس بتظلل الأعمدة حسب العدد الموجود عندك في الجدول. طيب يبقى أنا هكتب هنا 0 1 2 3 4 لحد إيه؟ لحد 10، وبعد كده هرسم الأعمدة اللي احنا اتفقنا إنها بتكون مرسومة في الغالب. النشاط الثقافي داخل فيه 8 تلاميذ، يبقى أنا هظلل لغاية العدد 8. طيب النشاط الرياضي داخل فيه كام الرياضي؟ صح، داخل فيه 10 تلاميذ، يبقى أنا هظلل لغاية ال10. ده أنا هظلل العمود كله اللي أنا رسمته. بعد كده النشاط العلمي، العلمي داخل فيه 7، يبقى أنا هعد 7، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى على طول هنظلل 7 مربعات أو 7 مستطيلات من الشكل اللي أنت شايفه ده. طيب النشاط الاجتماعي داخل فيه 5 تلاميذ، يبقى 2 زائد 3، 2 زائد 3 كام؟ 5، يبقى أنا ظللت 5. خد بالك إن هو ممكن يسألك أسئلة، مين النشاط أكثر نشاط مفضل لدى التلاميذ؟ طبعا هيكون النشاط الرياضي اللي هو دخل فيه أكبر عدد من التلاميذ. طب مين أقل نشاط عندي؟ هو النشاط الاجتماعي، يبقى دخل فيه 5 تلاميذ. يقول لك كده ما عدد التلاميذ الذين يشتركون في النشاط العلمي؟ طب النشاط العلمي أعد 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 تلاميذ، وممكن تجيبها من الجدول، بس ده أنا بفضل الإجابة على أسئلة تكون من الرسم. المثال اللي بعد كده عندي بيتكلم عن المواد المفضلة للتلاميذ. طبعا احنا بنفضل مواد عندنا بنحبها اكتر من مواد تانية. بيقول لي المادة والعلامات والعدد. طبعا المواد عندنا عربي انجليزي رياضيات علوم. طيب بيقول لي ايه هي العلامات؟ العلامات هي شباب هي الشرطة المائلة اللي انت شايفها دي، الشرطة تعبر عن واحد تلميذ او تلميذ واحد. طيب المجموعة اللي على بعض دي اللي هي 4 شروط وشرطة مائلة في الوسط تعبر عن 5 تلاميذ. يعني لو سألتك على عدد التلاميذ الذين يفضلون اللغة العربية هتقول لي 5 تلاميذ. طيب الإنجليزي طبعا 4، سهل العد. الرياضيات 6، 5 زائد 1. خد بالك ما تحاولش بقى تعد المجموعة اللي على بعض دي، ما تعدهاش، هي على بعضها 5، يبقى 5 زائد 1 6. العلوم طبعا 3 تلاميذ. بعد كده هنبدأ نرسم خطين، خط أفقي وخط رأسي. الخط الأفقي هكتب عليه المادة والخط الرأسي هكتب عليه عدد التلاميذ. طيب المواد اللي عندنا ايه؟ صح، عربي انجليزي رياضيات علوم، هكتب عربي انجليزي رياضيات علوم. طيب اي ترتيب مش مشكله. طيب طبعا الاعداد اللي عندنا هنا انت ملاحظ ان اكبر عدد عندك 6، يبقى انت تاخد نفس التدريج 0 1 2 3 4 لحد ما توصل مثلا 8 او 10، مفيش مشكله، وهتيجي راسم الاعمده اللي عندي. خد بالك العربي دخل فيه كام؟ 5 تلاميذ، او 5 تلاميذ يفضلون اللغه العربيه، يبقى على طول هنظلل لحد ال5، يبقى انا على طول هظلل لحد عدد 5. الإنجليزي دخل فيه 4 تلاميذ، يبقى أنا هظلل لحد 4، تمام. الرياضيات 6، ودي أكتر مادة بيفضلها التلاميذ، خد بالك. والعلوم 3، يبقى العلوم 3، تمام. هيبدأ يسألك أسئلة، يا إما الإجابة هتكون من الرسم وده الأفضل، أو الإجابة هتكون من الجدول زي ما تحب. بيقول لي أكبر مادة يفضلها التلاميذ هي، او اكثر ماده يفضلها التلاميذ هي، طبعا هي ماده الرياضيات. طب اقل ماده مين؟ اقل ماده بيعتمد على العدد، خلي بالك، يعني انت عدد التلاميذ 3 يبقى اقل ماده عندك هي العلوم، يبقى ماده العلوم مع انها ماده شيقه. تعال نشوف اللي بعد كده، مخطط التمثيل بالنقاط. النقاط معناها حرف اكس، خد بالك، هو طريقه لعرض البيانات باستخدام خط الاعداد. يعني انت هترسم خط عدد واحد ووضع علامات اكس اعلى الخط. يعني انت حضرتك هيكون عندك جدول برضو وهيكون عندك اعداد، نفس الجدول اللي انت نفس البيانات اللي على فكرة اللي انت رسمتها قبل كده باستخدام الاعمدة البيانية يمكن تمثيلها بمخطط النقاط. طيب ازاي؟ بيقول لي في الجدول التالي سجلت مها طول بعض اوراق الشجر. مها طبعا قاعدة عمالة ايه تحت الشجرة وعمالة ايه تقيس في اوراق الشجر وايه وتسجل الطول بتاع كل ورقه. مثلت البيانات التاليه بالنقاط، مثل البيانات التاليه، كلمه البيانات برضو ناقصه، بالنقاط مستخدما خط الاعداد. طبعا مديني الجدول اللي عندي اهوت، ومديلي طبعا اطوال الاوراق الموجوده.
4 سنتيمتر هي بتسجل، ماسك كل ورقة وبتقيس الطول بالمسطرة، لقيتها 4 سنتيمتر، وبعد كده 6 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. المثال ده مختلف عن المثال اللي فات. يعني ايه مختلف؟ يعني هو قال لك الأربعة دي اتكررت كم مرة؟ المفروض هتقيم العلامات بقى، يعني 1 2 3، يبقى اتكررت 3 مرات، يبقى أنا هرسم حرف الإكس 3 مرات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض حضرتك بتعمل جدول تاني بتسجل فيه الأعداد، يعني بتسجل فيه الأطوال والعلامات والإيه والتكرارات، اتكررت كم مرة. بس أنا هنا هرسم على طول مباشرة لأني يعتبر المثال سهل، هرسم خط وهرسم عليه الأطوال الموجودة عندي. طبعا الأطوال اللي اتكررت عندي التلاتة والأربعة والخمسة والستة، مفيش أطوال تاني اتكررت. خد بالك، تعال نشوف التلاتة. أنت عندك أدي تلاتة وأدي تلاتة وأدي تلاتة، يبقى اتكررت كم مرة التلاتة يا مستر؟ 3 مرات. يبقى هتشطب بس، ادي علامة وادي علامة وادي علامة، 3 علامات. يبقى هروح عند العدد تلاتة ده وارسم 3 اكس او 3 علامات من حرف الاكس، يبقى اقول له 1 2 3 بنفس الاسلوب. تعال نروح لعدد 4، خد بالك ادي عندي 4 اتشطب عليها، وكمان 4 وكمان 4، يبقى عندي 3 علامات برضو زي العدد 3، زي الطول 3. الطول 4 اتكرر كم مرة كده؟ 4 3 مرات. الطول 5 اتكرر مرة واحدة بس، يبقى احط حرف الاكس. الطول 6 اتكرر برضو مرة واحدة بس، يبقى احط عليه حرف الاكس. الشكل اللي انت حضرتك شايفه ده اسمه مخطط التمثيل بالنقاط، مخطط التمثيل بالنقاط. ما ننساش، مهم جدا، ممكن هنا يقول لك ايه، مين الطول اللي اتكرر مع ما اكتر حاجة في اوراق الشجر؟ هو الطول مين؟ 3 او 4، لانهم اتكرروا قد بعض. طب مين اقل طولين؟ الـ5 والـ6 سنتيمتر. المثال اللي بعد كده عندي بيقول لي الجدول التالي يوضح اوزان 10 اطفال بالكيلوجرام. المثال ده مهم جدا، ومديني الاوزان الموجودة عندي في جدول او في مستطيل. بيقول لي اول حاجة كون جدول علامات اللي انا كنت بقول لك عليه المرة اللي فاتت. طب ليه انت ما كونتش جدول علامات في المثال اللي فات؟ لان حضرتك المثال اللي فات بسيط، يعني ممكن تشتغل على طول وترسم من الجدول. بعد كده بيقول لي مثل البيانات بالنقاط اكس. طبعا هنرسم الجدول عشان نكون جدول العلامات. طيب احنا بقى في شوية الفاظ كده متفقين عليها. الاعداد اللي عندي اللي متكررة 12 13 14 15، هتلاقيها هي 12 13 14 15، وهما دول الموجودين عندي، هكتبهم في الجدول. طيب ايه ده؟ او المسألة بتتكلم عليه عن اوزان اطفال، يبقى الاعداد اللي انت كتبتها دي وزن. بعد كده هكتب علامات، بعد كده هكتب عدد العلامات او عدد التكرارات، بيسموها تكرارات او علامات على فكرة. طيب تعال نشوف ال 12 اتكررت كم مرة. ابدأ شطب على ال 12، عينك بقى على ال 12. ده عندي اتكررت مرتين، يبقى انا هكتب علامتين والعدد طبعا هيبقى 2. تعال لل 13 اهو، عيدها تاني. عد بقى 13 كده اهو، ملاحظين؟ يبقى عندي 4 علامات صح. ال 14 واحدة فوق واحدة تحت اهي، ادي 14 اهي وادي 14 اهي، يبقى خلاص يبقى عندي علامتين. ال 15 خلاص اللي فاضل لي علامتين، 2، ادي ال 15. بعد كده هكتب عدد العلامات، طبعا 2، بعد كده 4، 2 2، خلاص هرسم الخط اللي احنا اتفقنا عليه واكتب عليه الاعداد 12 13 14 15. طيب ال 12 عندي 2، يبقى انا هرسم حرف الاكس مرتين او هرسم علامة الاكس مرتين. ال 13 4، يبقى انا هرسم الاكس 4، 1 2 3 4. طيب ال 14 2 برضو. بعد كده ال 15 عندي كام؟ 2. هيقول لك ايه؟ ممكن يسألك سؤال يقول لك مين أكتر وزن اتكرر في الـ10 أطفال اللي موجودين عندي؟ أكتر وزن اتكرر هو الوزن 13. المثال اللي بعد كده بيقول لي كونت سهى المخطط بالنقاط لطول الأشرطة لديها. سهى عملت إيه؟ عندها مجموعة من الشرايط، قالت لك أنا هنعمل مخطط بالنقاط لطول الأشرطة. طب الأشرطة اللي عندها طول الشريط في شرايط طولها 3 سنتيمتر، وشرايط 4 سنتيمتر، وشرايط 5 سنتي، وشرايط 6 سنتي، وأكبر شرايط عندها طولها 7 سنتي،
ورسمت لي الجدول انت او الرسمه اللي قدامك ديت المخطط بالنقاط. وخد بالك قال لك المفتاح بتاع الرسم ايه؟ المفتاح بتاع الرسم ان الاكس الواحده تساوي شريط واحد. يعني انا هنا لو سالتك كم عدد الاشرطه التي طولها 4 سنتيمتر، يبقى انت هتعد الاكسات 1 2 3 4. كم عدد الاشرطه التي طولها 6 سنتيمتر؟ هتقول لي شريط واحد. هو جايب لي الرسمه ديت وبعدين بيقول لي اسئله عليها زي ما اتفقنا، بيقول لي اكمل ما ياتي. 1 عدد الاشرطه التي طولها 4 سنتيمتر، لسه قايلها لك طبعا 4 اشرطه. عدد الأشرطة التي طولها 3 سنتيمتر، طبعا 2 شريط أو شريطان. أعكس لك السؤال في نمرة 3، بيقول لي سهى لديها 3 من الأشرطة، طولها كام؟ يعني عندها 3 من الأشرطة، يا ترى طولها كام؟ ركز معايا كده، فين العدد 3 في الإكسات هنا؟ خلي بالك الإكسات بتعبر عن عدد الأشرطة، فين التلاتة هنا؟ 1 2 3. طب الطول ده أو التلاتة دول، التلات أشرطة دول كان طولهم كام؟ كان عنده الطول كام؟ صح، كان عنده الطول 7 سنتيمتر. سؤال سهل وبسيط. بكده يبقى احنا انتهينا من حصة التمثيل البياني. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع اصحابك وتعمل سبسكرايب في القناة.